عايز قال لي بدأت قال له نعم قال له أول ما توصل مصر عند سيدنا الحسين قال له بعدين يا قال له عند المقام كده فوصلت له بعدين أقول له يا سيدي الحسين قال له لك شفني أول والحسين اللي شفني أول أبي أقول لك شفني أول ما هو معقول
جدا لو تطلع ربنا ان رفع حد السماء وقال يا رب تشتي تشتي. قال له يا رب روح عند الحساب وقال له صوت الرد قال له انت مالكش دعوه يا ابني انت مالكش دعوه. انا بقول لك روح عند الحساب وقال له ابويا قول شوف لي اوضه الواد واقف كده بيستغرب. اروح ولا ما اقولش يا ده ما اختلف على سيدنا الحسين مش عارف قاعد خايف ده انا ابني من ما امشي في الاوضه مسلم عليا يا رب تعالى يا درويش الواد غمض عينه كده لا اقول له في المنام وانت ما بتقولش ليا يا محمد. قال لي يابا انت تضحك عليا. قال له يا عم كل هو أمور كده يا سيدنا الحسين. أبويا يقول لك شوف نور. لا راجل تعرف أبويا الحاج يقول حبيبه على كتفه. قال لي يا بدنيا يا حبيبي. قال لي ما فيش. قال لي كنت قلت لك يا حسين شوف لك أوضة. قال له أنا معاك. ماذا؟ أنت معاك حد يا حبيبي؟ قال لي معايا واحد صاحبي. قال لي أوضة عندهم 5 متر في الشهر. معاك هدوم ولا معاك حاجة سنة ما عندناش أي حاجة. قال لي إزاي أنت ده في الأوضة؟ هتروح قول لأبوك إحنا شفنا لك الأوضة. طب يا عم الحاج وأنت مين اللي عرفك؟ ده أنت ناس بتوع فتة. الناس بتقول عنك بتوع فتة. إيه اللي عرفك؟ قال لي يا ابن الحال ده بالمحال على واحد بدم انت مع ربنا يبقى ذكرك وفكرك معك مع الواحد ولو انت عندك ميت فدان هتموت وتسيبهم وتقابل الواحد اسد العناية عطا وكل الفكر معه بعد واحد يا مفلح وماشي حافي لكن فكره وذكره كله مال على واحد يا ربي لم الحد منال بحق هذه الليله وقلت سيدنا محمد تجمعني في دخول القبر معاه واحد كافر خمرجي لكن كافر وكمان جاحد ولما شاف نور النبي لقى نفسه مع واحد بس يا عين صابت خياته ولما كفرت صح كفري نقبوني سليم بس الكلام ده مش ينفع صل على رسول الله. الواد دخل في الكلية أول سنة بذاكر 100 100 والشيخ لازم يطلق أول شيخ طلع ورطة ثاني سنة 100 100 ثالث سنة 100% رابع سنة المطب جه عايز يعرف كده بقى عربية جاية من بعيد. لا مش تحاسبه يا أبلة. أنت أنت عايز إيه؟